كم حلقة جديدة من السعودية في دقيقة، قناة المعرفة العربية على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. يومنا نتعلم عن الإيركن أو الحرف. مثل العادة أربع مجموعات، كل مجموعة فيها ست كلمات، بتوقف الفيديو عند الحاجة. رح تشوفوا كتير إنه من الإيركن أو الحرف بينتهوا بـ أو آر إي. الـ أو آر إي الجمع تبعهم مثل ما شايفين هون محطوطين، الجمع بالكلمات اللي بتنتهي بـ أو آر إي رح تضل نفسها بالجمع، فهذا شيء حلو. خلينا نبلش من دون تأخير. in student طالب، studenter in läkare طبيب، läkare at yrke حرفة yrken in författare كاتب författare in arbetare عامل arbetare in tolk ترجمان تولكار. خلينا نروح هلا نشوف الفحص من السويد العربي، ردد وراي بالسويدي. In student in läkare ett yrke in författare in arbetare in tolk. هلا ترجمه من العربي للسويدي ورددهم بالسويدي بصوت عالي. طالب طبيب حرفة كاتب عامل ترجمان. خلينا نشوف الحل سوا وننتقل للمجموعة الثانية مباشرة. إن أدفوكات محامي أدفوكاتر إن أرتيست فنان أرتيستر إن براندمان رجل إطفاء براندمان إن فاكت حارس فاكتر إن سولدات جندي سولداتر إن خواف رئيس أو رب عمل خوافر. خواف ما بتجي مثل كوك يلي هو طباخ، خواف هون رئيس عمل أو رب عمل. خلينا نشوف الفحص. In advocate in artist in brandman in vakt in soldat in خواف. خلينا نشوف العربي للسويدي. محامي فنان رجل إطفاء حارس جندي رئيس أو رب عمل. خلينا نشوف الحل سوا وخلينا ننتقل فورا لمراجعة المجموعة الأولى والثانية. إن ستودنت طالب، إن لاكار طبيب، إت إيركا حرفة، إن فور فاتر كاتب، إن آر بيتر عامل، إن تولك ترجمان، إن أدفوكات محامي، إن أرتيست فنان، إن براندمان رجل إطفاء، إن فاكت حارس، إن سولدات جندي، إن خواف رئيس أو رب عمل. خلينا نشوف المجموعة الثالثة. إن أركيتكت مهندس معماري أركيتكتر، إن إنجينير مهندس إنجينيرر، إن بريست قسيس بريستر، إن بوندا فلاح بوندر، مولاري دهان مولاري. مولاري كمان ممكن تجي فنان أو اللي بيرسم. إن سنيكر نجار سنيكر. فكتير حلو، شيء حلو بالمهن إنه اللي بينتهوا بـ ORE بالجمع بيضلوا نفس الشيء دائما. خلينا نشوف الفحص. إن أركيتكت إن إنجينير إن بريست إن بوندا
en målare, en snickare. خلينا نشوف من العربي للسويدي. مهندس معماري، مهندس، قسيس، فلاح، دهان، نجار. نشوف الحل سوا وخلينا نراجع المجموعة الثانية والثالثة. ان ادفوكات، محامي، ان ارتيست، فنان، ان براند مان، رجل اطفاء، ان فاكت، حارس، ان سولدات، جندي، ان خوف، رئيس او رب عمل، ان اركيتكت، مهندس معماري، ان انجينير، مهندس، ان بريست، قسيس، ان بوندا، فلاح، ان مولار، دهان او رسام، ان سنيكر، نجار. اخر واحده، اخر مجموعه، ان سكريدر، خياط، سكريدر، ان كوك، طباخ، كوكار، ان سكرتيرر، سكرتير، سكرتيرر، ان بيلوت، قبطان، رائد، بيلوتر، ان دومر، قاضي، دومر، ان بان خوتر، رعاية اطفال، بان خوتر. خلينا ننتقل ونشوف من السويدي للعربي. ان سكريدر، ان كوك، ان سكرتيرر، ان بيلوت، ان دومر، ان بان خوتر. خلينا نشوف من العربي للسويدي واحكو بصوت عالي بالسويدي. خياط، طباخ، سكرتير او سكرتيرة، قبطان، رائد، قاضي، رعاية اطفال. خلينا نشوف الحل سوا. خلينا هلا نراجع المجموعات كلها اللي اخذناها. ان اركيتكت، مهندس معماري، ان انجينير، مهندس، ان بريست، قسيس، ان بوندا، فلاح، ان مولر، دهان، ان سنيكر، نجار. المجموعة الرابعة، ان سكريدر، خياط، ان كوك، طباخ، ان سكرتيرر، سكرتير، ان بيلوت، قبطان او رائد، ان دومر، قاضي، ان بان خوتر، رعاية اطفال. والمجموعة الاولى والثانية مشان نثبت عليهم تماما. ان ستودنت، طالب، ان لاكر، طبيب، ات ايركا، حرفة، ان فور فاتر، كاتب، ان اربيتر، عمل، ان تولك، ترجمان. مجموعة الثانية، ان ادفوكات، محامي، ان ارتيست، فنان، ان براندمان، رجل اطفاء، ان فاكت، حارس، ان سولدات، جندي، واخيرا ان خواف، رئيس او رب عمل. اظن هذا كان كل شيء اليوم لنا الحرف او الايركن. بتمنى تزوروا المعرفه بالعربيه على الفيسبوك، وطبعا اذا عندكم تعليقات او عندكم اقتراحات لدروس بالمستقبل فيكم تحطوها تحت، وكتير بتفيدونا اذا فيكم تشاركوا المحطه وتشاركوا معنا بالمحطه. ومن هون بتمنى لكم حظ موفق وكل كتير.